وفي حصاد ملف الجريمة والعنف ينضم إلينا في الاستوديو المحامي رضا جابر مدير مركز أمان، وأيضا الصحفي مختص بالشأن الجنائي ضياء حاج يحيى. ونرحب معنا أيضا عبر تطبيق زوم بفداء إشحادة مركزة ائتلاف نساء ضد السلاح. أهلا بكم جميعا معنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم كل المشاهدين. بدنا نبلش من عند ضياء، اسمح لنا أستاذ رضا. سيد ضياء، أنت قمت بتغطية عدد كبير من الجرائم خلال العام الأخير، وكنت موجود في الميدان وشاهد على أفظع المشاهد. يعني كيف لك أن تلخص ما حل بمجتمعنا هذا العام؟ يعني هذا العام لا يختلف عن العام الماضي وعن العام 2020. إحنا يعني الجريمة موجودة من 20 سنة، ولكن بالثلاث سنين الأخيرة بنشوف في تصاعد خطير، وهذا يعني يترجم في عدد الجرائم وخطورتها، وحتى الخطوط الحمر. يعني احنا نقول دائما الخطوط الحمر، يعني مش مفهوم شو هي الخطوط الحمر، ولكن يعني في الثلاث سنين الاخيره في ارتفاع. كنا قبل بال 2015 60 70 55 جريمه، اليوم احنا بنوصل فوق ال 100 120. اليوم احنا موجودين على 115 جريمه قتل تقريبا في المجتمع العربي، في اختلاف على بعض الارقام طبعا، ولكن في الواقع حتى لو كنا 90 احنا موجودين أو 80 جريمة قتل، في الواقع لم يتغير شيء عن المجتمع. يعني المشكلة مش مشكلة أرقام نعدها. المشكلة مش مشكلة أرقام، وهذا بحد ذاته هي المشكلة. التعامل الحكومة والشرطة معنا كمجتمع عربي، تعاملوا معنا كأرقام، إحنا مش كأرقام. عندنا في 80 جريمة قتل في المجتمع، خلينا نقول 80 جريمة قتل عندنا في المجتمع العربي، ولكن في المقابل في عندنا تقريبا 200 حالة إطلاق رصاص كانت في إصابات خطيرة، فهذه هي محاولات قتل. يعني قدر الله ولطف انه هذه هاي محاولات القتل ما زبطت، يعني لو زبطت بصير عندنا 130 او بصير عندنا 140، فاللعب بهذه الارقام هو خطا جدا. وهنا انت بتعرف انه يعني الخطه الحكوميه لما هم حطوا حد، هنا بتعرف انه هي راح تفشل من الاساس، وهذا اللي احنا قلناه وهذا اللي احنا قاعدين بنحصده. احنا قلنا انه من اهم المعطيات اللي لازم تكون مشان تحل الجريمه في المجتمع العربي هي فك لغز جرائم القتل. صحيح. مشان انت تكون تعطي رادع للجرائم مستقبلية او جرائم احتمالية او مجرمين احتماليين، فانت لازم تحط لهم رادع. صحيح. بس لما احنا بننظر للارقام احنا بنشوف بالعكس في انخفاض، وهذا احنا قلناه في راديو الناس وفي في في نشرات كثيرة حتى في مواقع اخرى، انه نسبة الفك لغز جرائم القتل في هذا العام انخفضت عن العام الماضي. العام الماضي احنا نتحدث عن 29 جريمة قتل تم فك لغزها، هذا العام نتحدث عن 20 جريمة قتل فقط فكت الشرطة لغزها حتى هاي اللحظة. وهنا يعني إشكالية كبيرة جدا أستاذ رضا، يعني يتحدث ضياء عن ما يراه في الميدان عن هذه الأرقام المروعة والفظيعة، ولكن مباشرة يعني نلصق الموضوع بالسياسات الحكومية. يعني تحدثنا على مدار العام عن الخطة التي يعني بلورتها الشرطة وتحدثت عنها، ولكن الآن نحن مقبلون على وزير أمن قومي جديد، سياسات جديدة، اطلعنا على بنود الاتفاقيات الائتلافية، كل فكرة دخول الشباك للمجتمع العربي. لو يعني تلخص لنا رؤيتك تجاه ما الذي ينتظرنا؟ يعني منذ البداية هذا الموضوع موضوع الجريمة وموضوع سياسي، يعني نحن موجودين دائما بالساحة الخلفية للمجتمع اليهودي وللدولي. التعامل مع مشكلاتنا بهذا الشكل العنصري وبشكل لا يعطي أجوبة حقيقية لمشاكلنا، ويتم استغلال المشاكل. يعني الجريمة والعنف قبل 10-15 سنة عدم التعامل معها بشكل جدي، يعني هذا لم يكن صدفة، يعني لم يكن إهمال، هذا إهمال مبرمج. يعني لنضع بهذا السياق إنه العرب عندما يعني يقتلون بعضهم البعض، الحالة الاجتماعية تكون حالة فيها تفكك، انتباههم السياسي على موضوعهم مكانتهم وهكذا أمور، يعني هذا المجتمع نسيطر عليه ونراقبه بهذا الشكل. ولذلك التعامل الحكومي معنا كان في هذا السياق ايضا بمرحله معينه، يعني حتى الدوله فقدت السيطره على الموضوع الاجرام داخل مجتمعنا، وهي يعني استيقظت بعد احداث ايار 2021. ومن هناك يعني هذا انه الجريمه يمكن ان تؤثر على المجتمع اليهودي، وقتها الحكومه
والمجتمع اليهودي بدأ يتحدث عن هذا الموضوع ليس لسواد عيوننا صحيح. ومصلحة مجتمعنا أو إنما على مجتمعي. وقاية للمجتمع اليهودي بدأ يتحدث عن جمع السلاح. لاحظي إذا كان هذا في السابق في حكومة اللي هي أكثر يعني ليس بالخط اليمين المتطرف مثل بن غفير والآخرين، إذن الآن يعني سيتم استغلال هذا الموضوع بشكل لا يفيد مجتمعنا. حتى وإن كان في الفترة الأولى للحكومة سيكون هناك مظاهر للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن بالمجمل عندما ننظر إلى علاقة المجتمع تعينا حقوقه، حقوق الفردية، حقوقنا الجماعية، وضعنا السياسي، وضعنا مكانتنا، سيتم استغلال موضوع الجريمة لضرب كل هذه الأمور اللي احنا أنجزناها كمجتمع، يتم يعني تقويضها، يتم الإجهاز عليها. ولذلك يعني المشهد الآن أكثر تعقيدا من قبل السنة 2022 والسنوات السابقة. سنكمل في الاستوديو، ولكن دعينا ننتقل إلى ضيفتنا فداء شحادة، مركزة ائتلاف نساء ضد السلاح. السيدة فداء، يعني استمعت لما كل ما قاله ضيوفنا في الاستوديو، برأيك بعد أن اختتمنا عام شهدنا فيه تصاعد بما يتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع العربي بالتوازي مع مشاريع ومخططات تدعي بأنها تحارب الجريمة بشكل استثنائي، لماذا وكيف تفسرين ذلك؟ يعطيكم العافية جميعا. يعني عم نختتم كمان سنة صعبة بنظري، يعني أنا عندي عدم شعور أنه قدمنا بحل قضية العنف والجريمة، وهذا السبب أنه يعني كمان أقمنا الائتلاف نساء السلاح، وكمان هلأ عم نرافق العائلات اللي فقدت، عائلات الثكلة، أمهات وعائلات من أجل الحياة، منتدى اللي أقيم، قررنا أنه نساء السلاح راح تكون مرافقة ومتابعة معهم لعملهم، لأنه بدنا حل جذري من واضح أنه مجتمعنا اليوم لازم يبنيه، لأنه واضح أنه الشرطة، يعني ضياء حكى على 20 ملف، إذا ندخل بال20 ملف هم الملفات اللي كانت أساساً حل نفسها من نفسها، يعني هي مش الملفات المعقدة، هي الملفات اللي انتشرت بالميديا وكان في فيديوهات اللي يعني تشير للقاتل. يعني فعليا الشرطة كأنها عملت صفر شغل بالسنة الأخيرة. صحيح. على الرغم من أنه يعني جهاز الشرطة في مرحلة معينة تغنى يعني معطيات مختلفة. فداء، أيضا سنتحدث معك عن المرحلة المقبلة، ولكن اسمح لي أن أعود أيضا للزميل ضياء الحاج يحيى. ضياء، يعني كما ذكرت مرام تتواجد في الميدان، ومع الأسف يعني ربما تنكشف على مشاهد مروعة، ودائما نقول كل جريمة مروعة وفظيعة بتفاصيلها، ولكن يعني يجدر السؤال ربما لأنه المقولة الإنسانية دائما ما توصل رسالة هامة أيضا، هل هنالك مشهد أو يعني تفصيلة معينة ما زالت عالقة بذاكرتك وربما يصعب نسيانها من كل ما تقوم بتغطيته؟ نعم، يعني أول شيء كل جرائم القتل كما ذكرتي هي جرائم قتل، حتى بغض النظر عن خلفيتها، ولكن يعني هي من أصعب اللحظات اللي في هذا العمل في الميداني، إنك تروح عند عائلة إنسان فاقد تطلب منهم تصريح، يعني عن جد هناك بتعجز الكلمات، يعني بتعجز الأسئلة، يعني أي أسئلة بدك تطرحها أنت، أي أسئلة، بس طبعا وأحيانا تحس حالك نوعا ما من الوقاحة يعني، بس هذا هو بحتم عليك عملك. ولكن يعني دائما أي إشي بتعلق بيكون فيه أطفال، يعني دائما بيكون جدا موجع ومؤلم. في إحدى الجرائم يعني اللي كانت في أعتقد في كفر قرع قبل 5 أو 6 سنين، قابلنا الام بعد ما الزوج الثاكل اللي جوزها انقتل بعد 3 ايام، فكانوا الاولاد يلعبوا، فاحد الاطفال يمكن عمره 4 سنين لبس النظاره تبعت ابوه وصار يحكي زي ابوه، فالام يعني ما الزوج الثاكل ما ثبتت حالها، قالت يعني انهارت، يعني انه كيف الولد قاعد بقلد بابوه، انه بيستنى فيه يعود لموجع جدا. فكل جريمة تتعلق فيها عادة بيكون فيها أطفال، يعني آخر جريمة اللي فراس هيب وابنه فارس الطفل، يعني أنت يعني بتقيس الجريمة عادة على حالك، كلنا عندنا أطفال، كلنا عندنا أولاد، الأمر موجع جدا. وللأسف الشديد يعني بطل فيه يعني هذه يعني أخرى مرة بنكون دائما الخطوط الحمر مش واضحة، الخطوط الحمر هي مش موجودة أساسا، ما في أي مبرر لأي جريمة. ولكن احنا بنشوف في الفترة الأخيرة في سلوك إجرامي اختلف عن السابق، يعني السابق كان جريمة مش إنها جديد الجريمة، ولكن السلوك الإجرامي اللي موجود اليوم هو اختلف.
وأنا اليوم يعني أنا متخاصم مع عائلة معينة أو مع مجموعة معينة، فأنا لازم أوجه أخو اللي قتله عشان هو يعرف هذه هي المعاملة، عشان يحسه هذه المعاملة، عشان هو يحس بالذنب طول حياته على الجريمة اللي هو اقترفها ضدي. فهي دائرة مثل كرة الثلج لا تنتهي، لا تنتهي. على العكس تزيد. هي مش بس لا تنتهي، هي تكبر وتكبر والحلقة يعني الانتقامية. نحن المجتمع العربي نعيش ألما كبيرا بالنسبة في كل ما يتعلق بهذه الآفة، آفة الجريمة والعنف، ويجب يعني القضاء عليها. دعني أتوجه إليك سيد رضا، أصابع الاتهام من قبل مجتمعنا الذي ينزف وجهة القيادات، يعني ما بين نواب ورؤساء سلطات محلية، لماذا لم تستطع القيادات في المساهمة بحل هذه الآفة ومحاربتها بشكل جدي، وما الذي فعلا تستطيع أن تفعله هذه القيادات؟ يعني المشهد مذهل، أنه العشر سنوات الأخيرة عندما يعني نكاشف أنفسنا بشكل حقيقي، نحن كمجتمع لم نقوم بشيء جدي في هذا الموضوع. يعني احنا تظاهرنا، مثلنا الألم المجتمع تعينا أمام الحكومة وأمام الشرطة بهذا يعني نقوم فيه، على الرغم أنه في السنة الأخيرة في يعني أخرى هذا الموضوع لا نقوم فيه بشكل جدي، ولكن لم نقوم بأي فعل اجتماعي حقيقي. يعني لم نحول مجتمعنا حركة داخلية في داخله، اللي واحد هي تحاول أنه في مسببات احنا مسؤولين عنها كمجتمع، يعني نستطيع أن نقوم بشيء معين. يعني إذا في الموضوع 20% بإيدين السلطات المحلية والمجتمع والقيادات الأخرى، لنا دور أيضا، لنا دور. صحيح. اللي بقوله أنا صلي يعني تقريبا في السنوات الأخيرة يعني زي الأسطوانة المكسورة، وأقول إذا إحنا حللنا أنه في هذا الصراع بيننا وبين الأغلبية، بيننا وبين الدولة، هناك في المجتمع اليهودي الأغلبية مستفيدين من هاي الحالة الفوضى داخل مجتمعنا وهذا المعركة الداخلية، إذا يعني نكسر هذا النمط الاعتماد على الآخر. صحيح. اللي في الطيبة بده يعتمد على شخص بكفر سابا يجي ينقذ أولاده، هذا إنسان يعيش بحالة من السذاجة اللي ستقتل مجتمعه وتقتل أفراد أسرته. يعني نمط التفكير بدنا نكسره. صحيح. إنه الآن مجتمعنا يحول الطاقة الداخلية تعيته، هي طاقة أفراد، يحولها لشكل مجتمعي. إحنا عندنا نجاحات مذهلة على المستوى الفردي، ولكن في هناك على المستوى الاجتماعي نوع من التفكك، نوع من عدم العمل بشكل منظم. إحنا مش منظمين، إحنا أياتا كلنا يغرد حسب الموضوع تعيه، ولذلك هذا الجهد الاجتماعي مش مركز باتجاهات معينة اللي إحنا نستطيع أن نقول. أنا دائما أعطي مثال بسيط، إنه في ساعات الليل أو المساء المبكرة وساعات الليل تقريبا كل المجتمع تعينا لا يوجد فيه هناك أي مؤسسة ولا رسمية ولا اجتماعية تضبط الحالة داخل المجتمع. لماذا المجالس المحلية، وهذا التوجه الآن عبركم للمجالس المحلية، لماذا المجالس المحلية تعيتنا بدل ما هي منشغلة بأمور يمكن تكون جدية؟ إنه هذا الجهد يكون يعني مركز بهذه الساعات، شباب اللي موجودين في الشوارع تستقطبهم تحل مشاكلهم. يعني هذا الجهد الاجتماعي نستطيع أن نقوم فيه، نحن لا نقوم فيه إما كسلاً أو عجزاً أو اعتماد على الآخر، ويجب كسر هذه المعادلة. وبدون شك هذا يعني بإمكانه أن يكون كفيل على الأقل بتقليل هذه الأعداد يعني المروعة. نموذج واحد، ولكن هي يعني هنالك الكثير من ما يمكن فعله كله. وأنا أتكلم الآن بحركة. نعم. صحيح. إنه الحالة الاجتماعية هاي حالة، يعني إحنا أمام يمين متطرف، يمين يريد أن ينجز على مجتمعنا. يعني كيف نتصرف؟ نتصرف ننتظر ولا ننظم أنفسنا ونحاول أن نقاوم هذا الشيء؟ يعني أنا عندما أسمع السياسيين متكاتلين وكأنه الانتخابات لم تنتهي. صحيح. وكل يوم أنا بأخذ على الواتساب. صحيح. بيانات من هنا وهناك، يعني أنا أقول هذا المجتمع بده قيادة تمسك المواضيع ومجدداً نقول تنهي حالة الاقتراب اللي موجودين فيها عن المجتمع، يعني هم يحاولون حل المشاكل. الخطوات التي تذكرها فوراً، ويعني الوضع بات لا يحتمل أي انتظار. أريد أن أتحول مجدداً لفداء إشحادي فداء، يعني نتحدث عن حرب داخلية كما يصفها الأستاذ رضا، وبالتالي أيضاً دورنا كمجتمع بكافة مؤسساته، وأيضاً دورنا كأفراد. أريد أن أسألك عن هذا الموضوع، أهمية يعني أن لا ننتظر أكثر، وهنا يعني علامات الاستفهام، ما
الذي بإمكاننا فعله الآن وفورا مع بداية هذا العام الجديد لكي لا نحصد المزيد من الضحايا؟ يعني بداية مجبورة أقول إنه بتفق مع رضا بكل كلمة. يعني فعليا إحنا لحد اليوم ما استخدمناش أدواتنا ولا تنظمنا الداخلية. يعني أنا بصراحة انتظرت كمان لفترة، إنه كنت بفكر إنه من بعد الانتخابات بيومين ثلاثة كان لازم يصير اجتماعات طوارئ بقلب لجنة المتابعة والسلطات المحلية، وللأسف لسه الأشياء يا دوب بتتحرك. يعني القرار الصراحة لمرافقة العائلات الثكلة هو العائلات طالبت فيه، وإذا كنت بجيب صوت العائلات يعني كان اجتماع يوم السبت مع العائلات، فواحد من الأصوات اللي طلعت من ناحيتنا بنفع رؤساء السلطات المحلية يوقفوا كل العمل ويركزوا هلأ بس بوقف العنف. يعني لدرجة أنه واحدة من الأمهات قالت مستعدة أطلع كل يوم ألم الزبالة بالبلد بس خلوني أعيش بأمان وبعدين بس نخلص قضية العنف. يعني إحنا وصلين لوضع إنه إحنا بنحكي على عدد القتلى وعدد الجرحى المصابين، بس إحنا في تعودنا دالنا عم تتعود بالفترة الأخيرة إنه كل يوم عم تسمع طخ، وهذا الإشي صار بخوف. صحيح. إنه نتعود إنه نسمع طخ بشكل يومي ونقبل فيه يصير من جزء من نهج حياتنا. يعني الأماكن العامة بأغلب قرانا العربية وبحاراتنا هي أماكن يعني مهملة، ومع الوقت إحنا تعودنا أن نشوفها مهملة، مرق سنين وخلص صارت هاي الأماكن أمر واقع أنها مهملة. الخوف أنه يصير أمر واقع أنه الطخ صحيح جزء من حياتنا ومنكمل نعيش بشكل يومي. وبفكر أنه يعني مع حالة القتل الأخيرة الولد اللي عمره سنتين، يعني فعليا بطل في خطوط حمر تنقطع، إحنا قطعناها كلها. اسمحي لي أن أشكرك جزيل الشكر فداء إشحادة مركزة ائتلاف نساء ضد السلاح، والشكر موصول لكما السيد رضا جابر مدير مركز أمان، وأيضا الشكر موصول لك السيد ضياء حاج يحيى صحفي ومختص بالشأن الجنائي، وأمنياتنا لك أنه ما تكم أنه توقف تغطية وتقل عدد الجرائم يا رب. شكرا جزيلا لك.